بارك الله فيكم. السائل أيضا يقول في السؤال الثاني: إذا كانت صلة الأرحام تجلب ضررا بسمعة الشخص، أو أنهم يتكلمون بالفواحش وأعراض الناس، والنساء الغير محرمات يختلطن بالرجال كثيرا، فهل علي إثم إذا قطعت هذه الصلة؟ وما الحكم في الزيارة مع وجود هذه الأسباب؟ وجهونا مأجورين. لا شك أن صلة الأرحام والقرابة أمر مطلوب شرعا، ويثاب عليه الإنسان إذا فعله، ويعاقب عليه إذا تركه، فإن قطيعة الأرحام محرمة، عليها وعيد شديد. ولكن إذا عارضها شيء مما ذكره السائل من أن هؤلاء القرابة يجاهرون بالمعاصي والمخالفات الشرعية ولا يقبلون النصيحة، وكان في هجرهم مصلحة لردعهم لعلهم يتوبون، فإنه يهجرهم. أما إذا كان ذلك لا يجدي فيهم، فعليه أن يزورهم وأن يواصل النصيحة معهم والإنكار عليهم، لعل الله أن يهديهم، وإلا فإنه يكون قد أدى حقهم وأبرأ ذمته بنصيحتهم والإنكار عليهم. نعم.